كار فالتقيت مولانا في الفاصل امر بحلويات المولد، حلوى المولد لزملائنا هنا، ودخلها الاستوديو وقال لهم بس ما حدش يقول لي ان دي بدعه. كل بدعه ضلاله. هو كان ضلالة. ايام النبي بعد النبي والصحابه كانوا في حلاوه وكده يعني؟ ده بيقولوا النبي حلو. ده عشان مثل مصر كده، وده اختزل السنه المحمديه كلها في هذا الجمال. النبي حلو في اخلاقه، في منطقه، في مخبره، في ملمحه، في مظهره، في ملمحه، في سمته، في سمته وسماته، في دعوته. ده حلو يا خبر ابد على هذه الكلمه طال هذا ده. فالانسان يعني علينا ان نفرق ما بين الاهداف والوسائل. الاهداف الثابته، ولكن الوسائل في التابعين عن هذا، عن حلاوه النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف الزمان والماء، ولا علاقة لها بأنه هذه بدعة، كل بدعة ضلالة. فخلي الشعب يأكل، ما هو شرب المر على مر 30 سنة، خليهم يأكلوا حلو يا أخي.